يا رب. السلام عليكم وبداية فلوج جديد ضغط نار. طبعا زي ما احنا عارفين في ايفون كان لسه نازل من يومين كده، شركة ابل لسه منزلاه اسمه ايفون 11 برو. طبعا انا جبته لنفسي عشان خاطر زي ما انتم عارفين ان انا مولع فلوس والدنيا خربانه معايا. طبعا انا هفتح لكم دلوقتي واوريكم الايفون بتاعي الجديد. طبعا زي ما انتم شايفين هي الكرتونه بتاعته مكتوب عليها اوبو عادي، لان شركه ايفون لما بتبعت لي حاجه بتبعتها في كرتونه اوبو عشان خاطر ما حدش يعرفها. دلوقتي هوريكم بقى التليفون عامل ازاي. حته الدين ايفون يا جماعه، مش هو الايفون اللي وقع ما تحبوش. بصوا تروح فاتح كده، طبعا في دبوس، بعدين الدبوس كده تروح فاتح كده، بص تلاقي تحت حته الدين ايفون. المفروض ان طيب فكره الفيديو بتاعت النهارده هتبقى هي عباره عن زي ما انتم شفتوا كده بالظبط. المفروض ان انا هكلم كل حد من العيال اصحابي واقول له انا جبت لك ايفون 11 برو عشان خاطر نتيجه لكل المقالب اللي انا بعملها فيك، فعشان كده قررت اعمل لك مفاجاه واجيب لك ايفون 11 برو. طبعا ايفون 11 برو ده تقريبا سعره يعدي 20-30 ألف جنيه حاجه زي كده يعني. فانا بقى هروح لازق ايه لزقه بيضاء على كل كلمه اوبو من هنا. طبعا لو محدش مننا عمره شاف الايفون 11 برو ده ولا عمره هيشوف، محدش عارف كرتونه عامله ازاي او شكله عامل ازاي من بره. فانا دلوقتي هروح ملزق غطا الكرتونه دي عشان يبقى جاهز ان هو يبقى ايفون 11 برو. طبعا زي ما انتم شفتوا المفروض ان انا دلوقتي لزقت العلبه من كل جميع الاطراف، بقت العلبه بيضه 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 بيضه. دلوقتي بقى المفروض ان انا هكتب عليها بالقلم ايفون 11 برو. زي ما انتم شفتوا الايفون جاهز للاحتفال، طبعا ايفون 11 برو زي ما انتم شايفين هنا شركه ابل. طبعا هنا كمان شركه ابل، طبعا يعني مقلب محكم بنسبه 100%. دلوقتي المفروض ان انا هتصل بناصر معجزه الفيديو جرافر، لان زي ما انتم شايفين انا بصور بنفسي عشان خاطر اللي الو يا حبيبي انت فلاوي عامل ايه يا حبيبي؟ كله انت فين؟ فين؟ ما تجيلي كده 5 دقايق كده. ليه؟ عشان خاطر اعمل لك مفاجاه. مفاجاه ولا مقلب؟ كل ما اقعد اكلمك بقى تقعد تعمل لي مقلب، وانا انت عارف لو عايز اعمل فيك مقلب بغفلك في المقلب، مش هقول لك تعالى لي اعمل فيك مفاجاه. حبيبي يا ماشي مستنيك اهو. أحلى حاجة في مصر إن هو طيوبة، تعالى مصر مش عامل فيك مقلب بيروح جاي على طول، بيصدقني في ثانية. دلوقتي المفروض إن هو زمانه جاي وبعد شوية ناصر معجزة. أحلى ناصر معجزة صور فيديو مش أنا قايل لك أنا هعمل لك مفاجأة. أنا بس اللي أنت مخبيه قدامها. ما هي دي المفاجأة بتاعتك. هي إيه بقى؟ محضر لك حتة دي مفاجأة ناصر معجزة. وهي طبعا عشان انت عارف ان انت الفيديو جرافر. تعالى بس قرب ما تخافش، خد بس تعالى. طب خد تعالى بس، طب استنى اقول كلمتين. شفت اخر مره لما قلت فيها كلمتين حلوين قفشتك فلوس؟ اه شفت. طبعا الناس انت عارف ان انت الفيديو جرافر المفضل بتاعي. آه. طبعا وفرد مهم جدا في عائله الشورجيه. خلص طبعا عارف انت الكلام ده صح؟ عارف كل ده. وان انت تعتبر من احسن الناس الموهوبين في التصوير. ها؟ واحلى واحد بيطلع لقطات سينمائيه. طلع اللي هو ظهرك. استنى يا ابني لما اقول لك الخطاب يعني. يا عم انا عايز اعمل كل ده. انت عارف ان انت جامد يعني؟ عارف ان انا جامد فشخ. طيب يا ناصر بص يا ناصر، بمناسبه وصولنا 2750 مليون مشترك. ها؟ اوكي. وان انت افجر مصوراتي في المجره. ماشي. جبت لك ايفون 11 برو اللي مشهور جدا على السوشيال ميديا. بجد ولا هلس؟ وانا هلس معاك ليه؟ افتح كده شوف. جايبه سبيشال اوردر لناصر. انا عشان ماسك الكاميرا بس، لو مش ماسكها هفتحها. افتح كده اوه زي ما الايفون بينور. ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش عارف يا عم، هو الشركه بتجيبه كده؟ افتح بس كاميرا هتلاقي كده، هتلاقي فيه هتلاقي دي كلها حاجات الامان والحاجات دي فاهم؟ في دبوس ايوه عشان تفتح تحط الخط بتاعك الجديد وبتاع. افتح يا برنس. دبوس يا برنس وايوه على الحركات. اوبا يا رب ايفون 11 برو يا رب. ايفون 11 برو يس. عارف انت تصور يس كان انت مش شايله هتشيله لي. عارف انت ما شكتش فيها من الاول ليه ما دام انت ناصح وانا مش شايله وانت جاي له؟ انا هصور معاك تاني وانا افضل واحد اقول لك. لا لا ناصر انت قلبي انت قلبي انت قلبي. استنى خد هنتصل بناصر، هنتصل بعسكر عسكرينو عشان نديهوله. تعال خد بس، انا عارف ان انت بتحب عسكر عسكرينو، بتحب ان هو يتعامل فيه مقال. الو الو ايه؟ عايز كريس كرينو معايا؟ لا انا واحدة معجبة بيك جامد قوي. ايه؟ بقول لك انا واحدة واقفة مع شاور دلوقتي ومعجبة بيك قوي. بجد؟ اه. انت حلوة ولا وحشة؟ شبهك. ماشي لو شبهك تبقى حلوة. لو شبهك تبقى حلوة؟ خلاص يا واد ده اضرب بقى. لما تجيلي كده 5 عسكريين. طب اجيلك فين؟
تعالى لي بس البيت. لا انت المره اللي فاتت قلت لي تعالى من المدرسه وجيت وعملت فيها مقلب اجي لي بقى. لا مش هعمل فيك حاجه على الطلبات، مش هتخش من باب الشقه اصلا. امال ايه، هسلم عليك من الباب؟ لا هديك حاجه بس وتمشي على طول. هتخشني فلوس؟ حاجه احلى من كده بجد، حاجه بفلوس اعلى من يعني حاجه قيمتها اعلى من الفلوس. خلاص يبقى انا جاي لك. ماشي ماشي حبيبي. فلوس هلبس وجي لك، انما مش فلوس. لا يا بابا تعبت بقى زمانه جاي دلوقتي. شالي اهو انا جاي لك اهو اعمل حمام. ماشي عسكرينو. ايه يا حبيبي العسكرينو؟ طب انا جدعان معانا في الفيديو بتاع النهارده عسكر عسكرينو. تعال قرب بس، قرب بس عليها شويه. لا مش قرب، انت بتصور ولازم اقرب. ايوه تعالى بس بص بقى، ببص لك انا وسيمبا. مش شوف سيمبا مستنيك تقرب. طبعا عسكر انت عارف ان انت يعتبر عسليه الشله، البادي بيلدينج بتاعنا. لا مش البادي بيلدينج، الفتنس اللي البنات كلها بتجري وراه. أيوة. اللي كله بيموت فيه وعيونه عسليه وقمر زي ما احنا عارفين طبعا. تعال عسكر قرب عليها شويه، تعال قرب عليها شويه محضر لك مفاجاه. ماشي. طبعا يا جدعان زي ما كنت قايل لكم ان عسكر هو اللي له المفاجاه الفيديو ده. عسكر هجيب لك ايفون 11 برو اللي لسه نازل من شركه ابل. بص جيت دلوقتي، جيت دلوقتي عادي. يلا لسه جاي مطلع انجي. طب قول لي ده فيها شكرا بتاع اي خد بس تعالى خد بس شوف رد فعلك وانت بتشوف الايفون. هو تقيل اصلا. هو بالراحه بس. يا نهار اسود، ايه يا ابني، ايه يا ابني، الله يخرب بيتك وقعت الورق والدنيا يا ابني. وقف بقى كده يا ابني. ايه ده ايفون 11 برو؟ يا ابني سجلتني اعمل البيت عشان تطفي يا اسطى. انت بتعمل ايفون 11 برو على الارض؟ انت بتهزر يا عمر، انت مصحيين عشان تيجي تديني نوكيا. وماله نوكيا؟ يلا خش. ده من احلى التليفونات اللي نزلت في 1990. لا عايز وزه. عايز ايه؟ المهم خش وبقى وماشي. وحاطط عليها الشبشب صح؟ عايز الشبشب؟ ماشي. طيب دلوقتي يا جدعان بعد ما عسكر مشي ونزل خلاص واخيرا حل عن الباب بتاعنا، دلوقتي المفروض بقى ان احنا نخش لاحمد شاور نصحيه نفاجئه بايفون 11 برو. فين العلم؟ احمد شاور! احمد شاور! صباح الفل. احمد شاور شركة ابل بعت سبيشال اوردر تو احمد شاور ايفون 11 برو. الصوت دي حلو صح؟ كنت بفكر اروح اقرب جوه التالنت بس رفضوني هناك للاسف. لا انت هتنام لي احمد شاور. لا طبعا شركة ابل زي ما انتم شايفين دلوقتي الايفون وصل لاحمد شاور اهو ان هو بيفتحه. ده مكتوب ابل بخط ايدك كمان. شركة ابل هتبعت علبة مكتوب عليها بخط الايد يا ابني. هو اصلا ايفون حلاوته في كده الجديد بالذات. جديد بقى قلت له عليه بقى ايه ايفون 11 برو يا راجل. طب ايه اللي دي؟ دي عشان خاطر ال هم هناك عندهم في الشركه ما كانش عندهم كراسي.
راجل مين كان اسمه احمد الشرب؟ طب ماشي واحده كده عرفت ان هو ابو مش اي لعبه فاضيه يا جماعه. لسه لا ده هو لسه ده خطوات يا حبيبي. يا ده كده الدبوس والدنيا يا الله يا الله يا ابي. يا ابي ايه ده الف مبروك يا احمد جوار. عيل ما انتش وش نعمة كده كده تشرب سيفن بس تعال ويكي امشي بقى بدل ما احنا في وشنا هيك بره. يلا بنطلع. طبعا لو انتم مش عاملين سبسكرايب ومشتركين في اداش مركرات في اليوتيوب اداش مركرات قناه بيتعمل فيها مقالب وفلوجات وتحديات وسفريات ومغامرات وكل حاجه وطبعا التيشيرتات الشتوي ان شاء الله على الاسبوع الجاي هتكون نزلت يوم السبت الجاي ده. نشوفكم الفلوج الجاي. سلام. احنا اول انتم بعدينا مخلصين ومفيش زينا احنا اللي نفذنا على الساحه هنعمله دوسه تحتينا هنعمله دوسه.